جهزوا اوضه العمليات وانا جايه حالا. خالته ماما عاوزاكي. حاضر يا حبيبي. ايوه يا سيدة، عايزة حاجة؟ اللي عايزة حاجة. عايزاكي يا روح سيدة، عندي ليكي خبر بمليون جنيه. المعلم حسونة جاي النهاردة. يجي بقى ولا ما يجيش، أنا مالي؟ إيه اللي أنت مالك؟ الراجل شريكي. شاريني ده إيه؟ بقى الدكتورة سلوى تتجوز فكهاني؟ لا 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 لا، لحد هنا وتستني شوية. اولا ده مش فكهاني، ده تاجر فاكهه مال وهدوم. ما تفرقش كتير، عموما انا ما بفكرش في الجواز، ويوم ما هفكر مش هيبقى المعلم بتاع تاجر الفاكهه ده. ايوه بس صبحي جوزي عمال يقر في نافوخي ان انا اميل دماغك. جوزك ده دماغه فاضيه، ومن فضلك بقى خليه يبلغ المعلم بتاع الفاكهه بتاعه دوت انه ما يبعتش فاكهه هنا تاني. مفهوم؟ مفهوم. بس هو معذور برضو يا دكتور. معذور ده ايه؟ خلاص انا هنزل دلوقتي، ومن فضلك ما تكلمينيش في الموضوع ده تاني. طيب يا اختي، مع الف سلامة. مع السلامة يا دكتورة. ربنا يهدي سرك يا سلوى يا اختي. مدام بخير؟ الحمد لله. ها؟ جابت لك ولد. الله أكبر، الحمد لله الحمد لله. ربنا يخليك يا دكتورة. بس ده ولد. ولا يا حسن؟ ده ابني. يا حسين يا ولاد، صوتي مجرجل طول السكة. يا خرابي يا عيال، صوتي مسمع الجيران. هو اللي جيران. خدته بجد، خدته بجد. جبت لي حاجة معاكي يا خالته؟ كده بحبك. ازيك يا سيدي؟ ازيك يا حبيبتي؟ يا جت. جت زي كل يوم مهدود حيلها. وانت لازم تكلميها وتخلصينا من الموضوع ده يا سيده. المعلم حسونة راجل كسيب ومقتدر، يعني المفروض تمسك فيه بايدها واسنانها. كلمتها يا صبحي، كلمتها وفهمتها. راسها والف سيف ما تتجوزي فكهاني. فكهاني؟ لا يا اختي مش فكهاني، ده راجل تاجر فاكهه، تاجر جمله، يعني راس مال كبير. يا سلام، طلع ولا نزل فكهاني؟ ما في حد غيره جالها غير المعلم ده كروري بتاع الموبيليا. حمد ربنا انت وهي. اختك بقى سنها 25 سنه يا سيده، والصراحه انا خايف عليها تعنس. وانت مالك انت يا جوز اختي اذا كنت تعنس ولا ما عنسش؟ بتلبسني ولا بتاكلني؟ بصراحه بقى انا عايز ابحبح على اولادي في الاوضه اللي انت محتلاها ومثبته فيها، وعيالي مش لاقيين حته يناموا فيها. الاوضه دي انا بدفع اجرتها، وبعدين بقى ما تجيبليش سيره الجواز من الفكهاني بتاعك ده تاني. معلش معلش يا سلوى يا حبيبتي، انا وهو ما نقصدش يا اختي، غير بس خايفين القدر يفوتك. ما هو فاتها خلاص. مالكش دعوه انت، انا قلت مش هتجوز وبطل سمساره بقى. هو انت لاقي وما اتجوزتيش؟ من فضلك اتكلم معايا بادب. انا كده ولو مش عاجبك اتفضلي الباب يفوت جمل. صباح الخير. صباح النور. دكتور بهجت موجود؟ ايوه اتفضلي. شكرا. اتفضلي. يا ماهر تعالى لي من فضلك. ألف مبروك يا دكتور على أعلى. هي الوفاة جت؟ تقدري تسافري بعد يومين. طبعا دي خسارة كبيرة للمستشفى، لكن مكانك هيفضل مستنيك لحد ما ترجعي. ادخل. اتفضل. باهر، الدكتورة سلوى صبيح. بخصوص العرض انا. تمام. تخلص لها التسوية والأوراق كلها علشان تقدر تسافر. حاضر يا فندم. اتفضل يا دكتور. إن شاء الله تسافر وتيجي بالسلامة. مع السلامة دكتورة. مع السلامة.
السلام عليكم. أوه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه مش عوايدك تجرج بدري يعني؟ ما جرجتش بدري ولا حاجة سيدة. التاكسي عطل بيا في السكة وقرفني وديته للميكانيكي. قومي جهزي لي لقمة كلها. ميكانيكي تاني. الأكل جاهز، فاضل شويتين على الرز. أمال فين العيال؟ حسن نايم وحسين بيذاكر. بقول لك إيه؟ النهارده جاني تلغراف من الدكتوره سلوى اختي. الدكتوره؟ ايه؟ جرى لها حاجه؟ يا اختي بعد الشر فلا الله ولا فالك، يا راجل قول كلام غير ده. انا مش قصدي، امال بعت التلغراف ليه؟ بعت تلغراف بتقول انها جايه بعد يومين اتنين. ياه راجعه تاني؟ يا لهوي جرى ايه يا صبح؟ انت ما كنتش عايزها ترجع ولا ايه؟ انا مش قصدي. 10 سنين فاتوا بسرعة يا سيدة. أيوة العمر كله بيجري. طب والعمل يا سيدة؟ في إيه يا أبو حسن؟ والعيال كبروا وقاعدين في أوضتها. صحيح هنعمل إيه يا أبو حسن؟ يعني كان لازم ترجع تاني؟ يوه وبعدها لك يا صبحي. أنا مش قصدي. عجايب والله. يوه أمي وضبلنا لقمة ناكلها. يا سلام حكم. ايه ده يا ست؟ مش قلنا ممنوع الاكل؟ معلش هنتغدى بيه مع الراجل. بقول لك ايه؟ ممنوع يعني ممنوع، اتفضلي. حاضر. تعال. اتأخرت ليه؟ مش قلت عايز تشتغل بعد الظهر؟ شغلناك بعد الظهر، بتتأخر ليه؟ صراحة بقى كنت بدور على شغلانة تانية بره. بتدور على شغلانة تانية؟ طب يا حبيبي لغاية أما تلاقيها تحترم شغلك هنا، ده أكل عيش، مرة تانية هتحصل هديك جزا، اتفضل. يا سلام عليه الاستاذ باهر ده، يا ولد يغرك الحركات بتاعته دي، ده بيزعق للعامل
انما بيشتغل الف شغله بره. وماله لما يشتغل؟ هو عيب ولا انتوا مالكوش الا اللي قاعد بس؟ شوف يا باهر، من فتره وانا عاوز اقول لك ان نشاطك ملحوظ في المستشفى. ده بفضل توجيهات سعادتك يا فندم. لا 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 لا، حقيقي يا باهر، من يوم ما مسكت الامن والخدمات النظافه بانت والنظام بان، حتى الانضباط كمان، مع انك مسؤول عن شؤون العاملين ومالكش علاقه بالكلام ده. يا فندم ده بيتي ولازم ابقى غيور عليه. يا سلام يا باهر، لو اللي زيك كتروا مش هنتعب ابدا. يا باشمهندس، مش ملاحظ ان حركه البيع نايمه شويه اليومين دول ولا ايه؟ ما البركه فيك يا باهر. قصدك ايه يا باشمهندس؟ مش احنا متفقين ان انا عليا الناحيه الفنيه والهندسيه وانت عليك التسويق والاداره؟ تمام. خلاص؟ ورينا بقى همتك وخلي حركه البيع ما تبقاش نايمه. طب والعمل يا باشمهندس؟ انا ما اعرفش، انا راجل فني وانت راجل اداري. طب ايه رايك بقى يا راجل يا فني لو عملنا اعلان في الجرايد عن بيع بالتقسيط، بالتقسيط المريح قوي وتسهيلات كبيره جدا في الدفع؟ والله فكره مش بطاله، بس المهم انها تنفيذ. ما تقلقش يا استاذ، ما تقلقش، هننفذ كويس قوي وهنعمل لها خطه، وان شاء الله بعد ما ينزل الاعلان ده مش هتلاحق على الزباين. يا رب يا باهر، من بقك لباب السماء. شفت بقى يا طنط باهر وعمايله؟ قال جاي بعد دقيقتين، دلوقتي بقى له اكتر من نص ساعه وما جاش. باهر اخوك يا حبيبتي طول عمره عامل زي الزبق، محدش يعرف يتلم علينا. مش للدرجه دي يا طن. لا لا لا، بصراحه انا زعلانه منه قوي. زعلانه منه؟ حد يزعل من باهر؟ ايوه، باهر ما بقاش هو باهر. باهر نسى اهله وقرايبه، من يوم ما جاب الممرضه اتغير على جرح سهام، محدش شافه. يا طن، ما انت عارفه دايما باهر مشغول ما بين المستشفى والمعرض والتجاره. اسف جدا يا خالته ان انا اتاخرت عليك. على فكرة يا باهر، خالتك زعلانة منك. يا خبر ليه يا ست الكل؟ بس يا واد يا بكاش، انت من يوم ما جبت الممرضة لسهام وانت ما فكرتش مرة تسأل عنها. ده جرح بسيط، وانت عارفة دلع البنات يا خالتي. كده اهو. أنا متشكرة قوي يا ولاد، ما تيجوا شوية معايا فوق. كتر خيرك يا خالته، خليها مرة تانية أصل أنا مستعجل قوي. طيب يا حبيبي. مع السلامة. الله يسلمك، تصبح على خير. وانت من اهل يا خالتي. ايه يا باهر، مش تدي لخالتك ريق حلو؟ يعني اقول لها هخطب سهام وبعدين اضحك عليها؟ يعني برضو يا بهيره، انت عارفة ان انا مش هتجوز دلوقتي. باهر يا حبيبي انت كبرت، الاول كنت بتقول لما اكون نفسي، وادي كونت نفسك والحمد لله. ايه عايز تبقى مليونير؟ الله، طب وليه لا؟ منور يا باهر، ايه الشياكة دي كلها؟ يا هانم انا اللي مش عارف اقول ايه عن جمال حضرتك وشياكتك. الو، اهلا اهلا، ازيك انت؟ انت كمان وحشتني قوي. لا اصلي مشغوله شوي، ممكن تكلمني كمان ساعتين؟ حاضر، من عيني، مع السلامه. منور يا باهر. ده نورك يا هانم. على فكرة محروس جاي. ايه هانم، هو رجع في كلامه ولا ايه؟ يرجع في كلامه ده ايه؟ هو يقدر؟ ما تقلقش، ده جه علشان يجيب لي الشيك بتاعك. بصيت فيه لقيته ب 4000 جنيه. قلت له يا مفتري، بقى صفقة بمليون جنيه، عمولته فيها 4000 جنيه بس. اطلع بالشيك التاني. شيك ايه؟ اصلك انت ما تعرفش محروس،
انا بقى اللي اعرفه ده محروس والاجر على الله. مش فاهم. اصل محروس ده زيه زي غيره ناس كتير قوي في السوق، دايما يعملوا شيكين، واحد يتقبل والتاني يترفض. انا بقى خدت الشيك التاني اللي بيتقبل. حقك يا باهر. برافو عليك يا جميله هانم. اتفضل الشيك بتاعك اهو ب10,000 جنيه. طب وحقك؟ ما تخافش على حقي، انا ليا حساب معاه. ربنا ما يحرمنيش منك يا جميله هانم. يا خبر يا باهر، انت بتقول ايه؟ انت ما تعرفش انت غالي عندي قد ايه. انما ايه حكايه يا هانم دي؟ لا ابدا مفيش، عادي يعني. طب على العموم انا متشكر جدا ومضطر استاذن دلوقتي. تستاذن ده ايه؟ ما تقعد شويه. انت مش لسه سامعني وانا بعتذر في التليفون وبقول اني مشغوله ساعتين كده عشان اقدر اقعد معاك؟ انا فعلا مش عارف اقول ايه، يعني انا بعتذر لحضرتك بس فعلا انا مرتبط بميعاد شديد الاهميه وميعاد شغل كده. طيب اللي تشوفه يا باهر، على راحتك. بقالنا يجي 3 ساعات يا سيدة. ايوه يا اخويا، بيقول الطيارة وصلت. وماله توصل بالسلامة، هو احنا عندنا اعز من الدكتورة؟ يخليك ليا يا ابو عيالي يا رب. تعرف يا ام حسن الواحد كان ممكن يعمل كام في ال3 ساعات دول؟ يجي 30-40 جنيه. يا سلام. سيد، انما كله فضى الدكتور. ايه يعني 30 ولا 40 ولا 400 حتى؟ ها؟ ما تشغليش بالك، الخير جاي كتير يا سيده. سيده. يا صبحي يا صبحي يا حبيبي، خليك حنين شويه، بلاش النشفان اللي انت فيه ده. لا يا سيده، ده انا بوريك ان احنا قد ايه بنحبها ومستنيينها، دي غاليه عندنا قوي. ربنا يجعل الفرج على قدومها يا رب. يا رب. جت يا بابا. خالته جت. يلا 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 يلا. الدكتوره ايه؟ الحمد لله على السلامه يا دكتوره. الحمد لله على السلامه. يلا يا اولاد بسرعه شيلوا الشنط على التاكسي. يلا. ازيك يا صبحي؟ الله يسلمك، الحمد لله على سلامتك يا دكتورة. الله يسلمك. قول لي يا صبحي. نعم. لسه زي ما انت بتناطح في البني ادمين وتقول مش قصدي، انا مش هنسى كلمتك ابدا. كلمة ايه ان شاء الله يا دكتور؟ الباب يفوت جمل. انت لسه فاكرة يا سلوى يا حبيبتي؟ سامح بقى. بقول لك ايه؟ ننسى القديم. لا قديم ولا جديد، انا خلاص قررت انزل في فندق. يا حسني يا مصيبتي وكرسيتي بين الجيران، تنزلي في فندق وبيت اختك موجود؟ معلش يا سيدي، انا كده هكون مرتاحه. بالمناسبه يا صبحي. نعم. ابقى رجع التاكسي اللي انت شغال عليه ده لصاحبي. يا لهوي، وناكل منين؟ معلش هيجي لي وانا هشتري له تاكسي جديد. يا لهوي. مالك اتخضيت؟ بجد يا دكتورة؟ ربنا يخليك لينا يا أختي يا بنت أمي وأبويا. يا رب يا رب. بس بشرط. العربية هتتكتب باسم الولدين. طبعا. هم ولاد مين؟ مش ولاد أختك؟ ولادك يا دكتورة اللي مولودين على إيديكي. إحنا كلنا تحت أمرك يا دكتورة. يلا بينا بقى على البيت عشان موضبين أوضتك، أوضتك مستنياكي. لا على الفندق. دكتور أحمد، باهر اتأخر قوي، مش عوايده. الغايب حجته معاه، دي أول مرة يعملها. فعلا، قبل أي اجتماع كنا بنيجي نلاقيه موجود. ماله ده؟ لسه هظبطه. تظبط إيه؟ ده يتغير بالكامل. حاضر. تبعت المهندس. حاضر. في الحقيقة باهر راجل نشيط جدا، ومجهوداته معانا في المستشفى ما حدش يقدر ينكرها،
وفوق كل ده عامل علاقات واسعة قوي. انتوا فهمتوني غلط ليه؟ انا ما قصدتش حاجة، انا قلقت عليه، ومحدش يقدر ينكر نشاطه الملحوظ واهتمامه الزايد بالمستشفى. السلام عليكم، وانا اسف على التأخير، بس كنت بدور على حاجة ثانية للدكتور حسين. خير يا باهي؟ خير طبعا ان شاء الله. كاتبين عن حضرتك مقال عن العملية الأخيرة الناجحة بصفتك خبير عالمي في فن التجميل. هايل يا دكتور حسين، وريني كده. ألف مبروك يا دكتور حسين. الله يبارك فيك. مبروك يا دكتور حسين، ده شرف كبير لينا كلنا. شكرا يا دكتور، شكرا يا باهي. على ايه؟ ايه جدول الاعمال يا باشا؟ انا عندي 5 موضوعات في الجلسه دي ان شاء الله. اولهم الطلب المقدم من مدام جميله بطلب الموافقه من باقي الشركاء على بيع حصتها في المستشفى. جميله هانم، كلنا تحت امرك، مفيش حد معترض، مش كده ولا ايه؟ بس انا من رايي ان حضرتك تنتظر شويه لسببين. اولا ممكن حضرتك تغيري رايك، والتاني لحد ما نعثر على الشريك المناسب اللي هيحل محل حضرتك. يا جماعة افهموني، أنا داخلة على مشروع إنتاج سينمائي ضخم ضخم خالص، ده بقى المجال الوحيد اللي أنا ممكن أفهم فيه. عموما اكتب يا باهر، هذا الموضوع يرجأ لحين العثور على شخص مناسب، خصوصا وان الاعمال على وشك الانتهاء. في ايه تاني يا باشا؟ ممنوع يا ست هانم. انا الدكتوره سلوى عبد الحميد. طبعا طبعا دكتوره سلوى عبد الحميد صبيح، افتح الباب. حاضر يا استاذ. اتفضلي يا دكتوره. متشكره قوي. انت تعرفني؟ الحمد لله على السلامه، حضرتك غايبه عننا بقالك 10 سنين في اجازه. تعرفني منين؟ انا مسؤول شؤون العاملين اللي كنت خلصت لحضرتك ورق الاجازه. بس حضرتك ذاكرتك قويه جدا، لسه فاكر اسمي بالكامل لحد دلوقتي. اتفضلي يا دكتور. اهلا يا دكتوره سلوى، الف حمد لله على السلامه. انت مش فاكراني ولا ايه؟ انا عنايات. فاكراكي. لسه برضو بتغني للعيانين؟ هنعمل ايه، ادي احنا بنتسلى. اتفضلي يا دكتور. املي اقرار استلام العمل. دكتوره العنوان من فضلك. اصل انا ماليش عنوان. امال حضرتك قاعده فين؟ انا قاعده في اوتيل اسمه ده اوتيل 5 نجوم، ده ضروري بيكلفك كتير قوي. يعني في فلوس والحمد لله. هو حضرتك قاعده لوحدك؟ ايوه. على العموم اهلا وسهلا بحضرتك والحمد لله على السلامه. لا سلام. طب ليه حضرتك ما تشوفيش شقه؟ يا ريت، بس اصل الحقيقه يعني. تسمحي لي اساعدك؟ ده لو تحبي. ارجوك ان شاء الله دلوقتي حالا. ما تقلقيش، تشربي ايه حضرتك؟ قهوه ساده. سيد تحت امرك يا سعادة بيه. فنجان قهوة سادة بسرعة للدكتورة. دكتورة؟ هي فين الدكتورة؟ الله، أنت عميت ولا إيه؟ الدكتورة قاعدة قدامك. فنجان قهوة بسرعة بسرعة. حاضر في يا سيد. حاضر. ممكن أسألك سؤال؟ أوي أوي، اتفضلي. أنا ملاحظة إن الناس بتبص لي بشكل غريب، يا ترى ليه؟ لا أصل يعني الطبيبات والأطباء بيهتموا بمظهرهم شوية. أنا دايماً بحب البساطة في المظهر وفي اللبس، أنا واخدة على كده من أيام ما كنت في الكلية. يا فندم المظهر برضو من الأساسيات، مهم جداً الإنسان يلبس لبس يليق بمستواه العلمي والاجتماعي. أنا دكتورة بعملي وبعلمي، مش بالمظهر واللبس. القهوة يا سعادتي. تفضل القهوة يا دكتور. شكرا. اسمع يا سيدة دكتورة،
خد دور. تعيش يا دكتورة. أصلهم غلابة بيصعبوا عليا. ربنا يقدرك على فعل الخير. شكرا. بعد ما تشربي حضرتك القهوة نقدر نقابل مدير المستشفى. يا ريت. ادخل. دكتور احمد، الدكتوره سلوى كانت معرض الخارج واستلمت شغلها النهارده. اهلا 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 دكتوره سلوى، الحمد لله على السلامه. اتفضلي. الله يسلمك يا دكتور. حضرتك كنت استاذي، يا ترى فاكرني؟ طبعا، ازاي ما افتكرش الدكاتره العباقره اولادي الاعزاء. هات الاوراق يا باهر. اتفضل يا فندم. ايه ده؟ عملتي كمان ماجستير؟ هايل. فعلا موضوع عدم الانجاب بسبب انسداد قنوات فالوب موضوع هايل. برافو يا دكتورة. ده بفضل مساعدة اساتذتي. بلاش تواضع يا دكتورة. يا هتبقي عندي هنا في المستشفى؟ ده من حسن حظي يا دكتور أحمد. مفيش مشاكل قابلتك بعد ما رجعتي؟ الحقيقة هي مشكلة واحدة بس، مشكلة السكن. أنا حالياً قاعدة في فندق وبدور على شقة. لا ما تحمليش هم، باهر بالتليفون يجيب لك الشقة اللي أنت عاوزاها والعربية كمان لو حبيتي، لأنه بيفهم في الحاجات دي كويس جداً. فعلاً يا دكتور، الأستاذ باهر وعدني بكده. باهر شوف كل مشاكل الدكتورة وحاول تحلها. أنا تحت أمر الدكتورة. دكتور لو سمحتوا ممكن تجيبوا لي الاكل هنا في الاوضه. طيب ميرسي قوي. اوضه 701. شكرا. يا سيدي امرك امرك يا سيدي. ويلك لخ يعني البرنسيس اختك قعدت تقول وتعيد وتعشمنا وهي جايه وهجيب لك تاكسي جديد ومحدش شافها تاني. يا سلام، هي لحقت ترتاح؟ اصبر عليها لما ترتاح وتاخد نفسها. وبعدين مدام قالت لك هجيب لك يبقى هجيب لك. عموما يا ام حسن انا لفيت على كذا معرض لحد ما وقعت على عربيه حلوه في معرض كبير وجاهزه بالمجاميعهم. خلاص يا اخويا، اول ما تيجي بقول لها وهي على طول تجيبها لك. وهي هتيجي امتى؟ هجايب والله.
خالته جت يا ماما. ازيك يا حسن؟ ازيك يا خالته؟ ازيك يا خالته؟ اهلا، ازيك يا حسين؟ الحمد لله تمام. الحمد لله كويس. خد يلا انزلي اشتري حاجه حلوه. شكرا يا خالتي. يا سيدة، سيدة أهلا أهلا يا حبيبتي. أهلا نورتي بيتك ومطرحك. إزيك يا سيدة؟ إزيك أنت يا حبيبتي؟ فتحت الشنط؟ يا أختي يا أختي على الحاجات اللي أنت جايباها. تعيشي وأشوفك في بيت عملك. صبحي فين؟ أهلا 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 يا ست الكل، نورت بيتك ومطرحك. ما جبتش البطيخة ليه؟ كله من فضلة خير الدكتورة. ازيك يا صبحي؟ الحمد لله. عملت ايه في التاكسي؟ حضرتك ارتاح بس شوية وكل صباعين موز بألف هنا وشفا، وأنا أقول لحضرتك على كل حاجة إن شاء الله. مش مهم ده دلوقتي، أنا لقيت واحد عندي في المستشفى بيفهم في العربيات. ماله؟ بس هيفهم أكتر مني يا دكتورة. بكرة تعدي عليا في المستشفى. عايزاك، سألت عليك مرتين، عايزاك ضروري. متشكر يا نايت. العفو. سيد حط دول في المكتب. حاضر. الحمد لله. أيوة دكتور. باهر كنت عايزاك في حاجة مهمة أوي. الشقة؟ لا، حاجة أهم بكتير. خير يا دكتور. فاضي شوية؟ تحت أمرك. طيب يلا بينا هنتكلم في الطريق. هو ده المعرض اللي عجبتك فيه العربية؟ أيوة سعادة البيه. واتفقت معاهم على السعر ولا لسه؟ على 20,000 بس، على فكرة بيه، ده عربية رخيصة ولقطة. حضرتك بتضحك عليها بيه؟ لا لا أبدا، مفيش أي حاجة. أيوة. هي دي العربية بقى. تمام. اتفضلي حضرتك شوفيها يا دكتورة، اتفضلي حضرتك. أيوة باهر. جيت بدري عن ميعادك ليه؟ بس معايا زبون. ايه رأي سيادتك؟ عربية زي الفل. القسطة ده جاني واتفق معايا على عربية التاكسي اللي هناك دي على 20,000، وقال هياخد هو 3 واحنا 17. يعني ايه؟ يعني عايز سمسرة. سمسرة؟ تعرف القصة ده يقرب للدكتورة ايه؟ تبقى اخت مراته، وهتشتري له العربية دي عشان ياكل عليها عيش. يا سلام، يعني بيسمسر على نفسه. طب ما تقول لها. ده كلام برضو، واحدة هتعمل خير اقول لها لا ما تعمليش. عجبتني، انا جربتها امبارح، مش كده يا باشمهندس؟ خلاص يبقى مبروك يا صبحي. هي العربية بكام؟ هو كان مطلوب 17 بس عشان خاطرك خليناها 16. خلاص يا باهر، اعمل اللي انت عايزه. ده 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 قال لي 20. ما تنسى بقى. ماشي. انا مش قصدي، عموما متشكرين قوي يا سعادة البيه. بالمناسبة يا صبحي، انا والباشمهندس نبقى اصحاب المعرض ده. بجد؟ دلوقتي بس نقدر نعد العد التنازلي لافتتاح المستشفى. يعني امتى تقريبا؟ في غضون شهر. ده في حاله واحده بس، اذا اكتملت كل التخصصات باطباء اسمائها رنانه زي حضراتكم. دلوقتي احنا عندنا تقريبا كل التخصصات، ناقص ايه؟ ناقصنا النساء واخصائي التحاليل، وناقصنا كمان محاسبين متخصصين في الفندقه. بالنسبه للنساء، في دكتورة استلمت عندي في المستشفى على درجة عالية من الكفاءة، وأنا عارفها كويس. تقصد دكتورة سلوى؟ بالظبط. طب وباقي التخصصات يا دكتور؟ ربنا يسهل. بصراحة يا جماعة، أنا فكرت كتير قوي وقررت إن أنا أنسحب من الشركة. أنتِ بتقولي إيه يا مدام جميلة؟ ده وقت غير مناسب. حضرتك كده بتحرجينا، بتضعينا في موقف حرج. ولا موقف حرج ولا حاجة. الأستاذ باهر اتصالاته كبيرة قوي، وممكن يجيب شريك غيري في أسرع وقت. أيوة مدام، لكن جرى إيه يا باهر؟ هو أنت هتغلب؟ ما هو مش أي شريك يا جميلة هانم. برضو باهر مش هيغلب، مش كده؟ السلام ورحمة الله وبركاته.
صباح الخير يا ست الدكتوره. اهلا. صباح الخير يا عوض. صباح الفل. حاسب التاكسي وخلي الباقي على شان بدوم يا دكتوره. طلعت دكتوره كبيره قوي. دكتورة سلوى، أنت عندك عيادة بتشتغلي فيها بعد الظهر؟ لا يا دكتور. عظيم. إيه رأيك لو تنضم معانا ضمن مجموعة مستشفى جديد بإمكانيات أكتر؟ عندك مانع؟ لا أبدا يا دكتور. خلاص. أستاذ باهر، فضي نفسك النهاردة وهات الدكتورة سلوى وتعالوا لي العيادة بالليل. تحت أمرك يا دكتور. مين دي؟ دي الدكتورة سلوى صبيح، أمراض نساء. مليونيرة. مليونيرة ايه يا راجل؟ بس يا سلوى يا اختي، الفلوس مش كل حاجة. شوف يا سيدة، احنا في زمن دلوقتي الفلوس هي في كل حاجة. شوفي انت بقى فرحتي قد ايه لما انا اشتريت العربية لجوزي. ربنا ما يحرمنا منك. ولولا بقى الفلوس انا ما كنتش زماني هنا، وكان زماني لسه قاعدة معاكي كل يوم اسمع لي كلمتين يفوروا الدم. بس أنا زعلانة عليك يا سلوى يا أختي، زعلانة عليكي قوي. نسيتي نفسك، الإعلام والفلوس نسوكي أهم حاجة في الدنيا، نسوكي الجواز وخلفة العيال، عيل يسند ظهرك. يوه يا سيدة، ما من فضلك بقى ما تتكلميش تاني في الموضوع دون، ولا هتجيبيلي برضه عريس تاني فكهاني وبتاع موبيليا. أنا بقى لما أحب أتجوز هتجوز على مزاجي. وماله؟ وماله يا حبيبتي؟ اتجوزي على كيف كيفك، إحنا في ديك الساعة. بس بلاش وقف الحال اللي انت فيه ده. اوه، وبعدها لك بقى يا سيدة. خلاص يا اختي اهو اهو، انا اللي استاهل، انا اللي بجيبه لنفسي. انا مالي، انا مالي تتجوزي ولا ما تتجوزيش. اتجوزي يا حبيبتي او ما تتجوزيش، انت حرة. بس يا سيدي، وهي دي كل حكايتي. يا السفرية دي ما غيرتش فيك اي حاجة دكتور. انا حياتي كلها سطور انجليزي في كتب الطب. يبقى ناقصك الخبرة. طب ومين بقى هيديني الخبرة دي؟ أنا تحت أمرك. خلاص وأنا موافقة. على فكرة دكتورة، الشقة فيها بكرة وجاهزة على المفتاح. ياه بالسرعة دي؟ ده أنت فعلا إنسان مش عادي. على فكرة دي عيادة برضو الدكتور أحمد. آه. يعني تقصد إيه بالظبط؟ أنا كان قصدي يعني يا سيدة، كنت كلمتيها على حتة الأرض ومزرعة الدواجن. دواجن؟ دواجن يا صبحي؟ انت يا راجل ما كفكش العربيه اللي جابتها لك؟ عايز ايه؟ عايز ايه تاني؟ تقول ايه؟ تقول ان احنا طمعانين في فلوسها؟ طمعانين فيها ازاي؟ دي خالت ولادي، وبعدين هي معاها شويه، دي على قلبها ملايين. الله هو اكبر عليك، الله هو اكبر. رزقها، رزقها وربنا بعته لها، نقاسمها فيه؟ حكم صحيح، ما يملاش عين البني ادم الا التراب. يا سيدة أنا مش قصدي. عجيب والله. أيوة حاضر حاضر إن شاء الله، مع السلامة. يبقى اتفقنا يا دكتورة سلوى، أنا هقول لهم في اجتماع مجلس الإدارة إنك هتتولي قسم أمراض النساء والتوليد، وبإذن الله أكون عند حسن ظنك. إحنا فعلا وبدون مجاملة مش هنلاقي أحسن ولا أكفأ منك، عشان تبتدي بقى تشوف احتياجات القسم من المعدات والأدوات اللازمة. يا باهر، عملت إيه في شقة الدكتورة؟ تعتبر جاهزة يا فندم. الحقيقة يا دكتور أنا بتعب الأستاذ باهر معايا قوي. باهر شاب راقي في سلوكياته وفي علاقاته وابن ناس،
واحنا بنعتمد على الله ثم عليه في كل مشاكلنا. واضح يا فندم. البن هيعجبك قوي يا طنط. تسلم ايديك يا بهيرة. اتفضل. ميرسي. ايه يا طنط ساكتة كده ليه؟ مش عوايدك يعني؟ بصراحة يا بهيرة أنا مش عارفة أقول لك إيه. خير يا طنط، في إيه؟ طبعًا خير. طب لما هو خير قلقانة ليه؟ ما تتكلمي بقى. أنت عارفة يا بهيرة إنك غالية عندي قوي أنت وباهر أخوكي. طبعًا يا طنط. هو عارفة كمان إنكم مش بس ولاد أختي، لأ أنتوا غلاوتكم عندي من غلاوة سهام بنتي. ومحدش يقدر ينكر ده أبدًا. بهيرة يا حبيبتي بصراحة أنا كان نفسي سهام بنتي تكون من نصيب باهر. وباهر عمره ما هيلاقي زي سهام. ما تزعليش مني يا بهيرة، سهام جالها عدلها وكتب كتابها والدخلة الخميس الجاي. ألف مبروك يا طنط. وهزعل ليه؟ بالعكس أنا فرحتي دلوقتي مش قادرة أوصفها لك. سهام طيبة وتستاهل كل خير. هو باهر اللي ملوش في الطيب نصيب. أنا ياما اتكلمت معاه عن سهام لكن كل شيء اسمه ونصيب يا بهيرة. على الفندق يا دكتورة؟ اه. طب ايه رأيك يعني لو شربنا شاي في مكان جميل قوي أنا بحبه؟ مفيش مانع. استنى. ايه؟ أنا سعيد بيكي أوي يا دكتورة إنك بتعطفي على الناس الغلابة. بعطف على الغلابة المحتاجين فعلا مش البلطجية. ما تتأخروش بقى يوم الخميس. إن شاء الله يا طنطا، أنا هاجي من أول النهار وربنا يتمم بخير. اسمعي يا بهيرة، أنا حاسة إنك زعلانة، لكن قبل ما أنزل لازم تعرفي إنه كان ناقص عليا أتحايل على أخوكي وأقول له تعالى اتجوز بنتي. لا ابدا يا طنط، عموما اللي حصل ده خير، لاني كان ممكن قوي سهام تحاسس باهر اني معاه ثانويه عامه وهي خريجه الجامعه الامريكيه. من امتى يا بهيره كانت الشهادات ليها اعتبار عند ولاد الاصول؟ عموما يا طنط كل شيء اسمه نصيب. والف مبروك لسهام. تطور فن التجميل بقى بيلعب دور كبير قوي في اظهار جمال المراه، لدرجه انك احيانا ما تقدريش تفرقي ما بين الجمال الطبيعي والجمال الصناعي. ده زائد طبعا خطوط الموضه وتطورها بما يتناسب مع شكل المراه وجسمها وحجمها ولون بشرتها وشخصيتها وطبيعتها وحاجات كتير قوي. ياه ده حضرتك مثقف قوي. زمان كان في مدرسه اسمها مدرسه التربيه النسويه. المدرسه دي كانت بتعلم البنات فن التطريز والطهي واللغات الاجنبيه والموسيقى. ياه امال ايه؟ كانوا بيعلموا البنت ان الجمال مش كل حاجه، أهم حاجة هي التأثير في وجدان الرجالة. الجمال مش كل حاجة؟ إزاي؟ الشبان بيكرهوا البنت الوحشة. البنت الوحشة هي اللي أخلاقها وحشة، يعني ما بتحافظش على نفسها وعلى كرامتها وكمان ما بتحسش بمسؤوليتها. أنا اتأخرت قوي. تحت أمرك، اتفضلي. ماما هي خالته ما بتجيبناش ليه؟ ما بتجيبلناش حاجات حلوه ليه؟ اه قولوا كده بقى، قولوا كده طالعين لابوكوا ما تسالوش على حد الا لو عايزين منه حاجه. لا والله يا ماما ده احنا بنحبها قوي. حبيبي حبيتك العافيه. هي اصلا مشغوله شويه في المستشفى اليومين دول، اول ما هتفضى هتجي لكم تسال عليكم. يا رب يا رب افرح بيكي وازفك وانت في الكوشه. يا سلوى بنت امي وابويا. Join me because I'll be keeping you up to date with all the big games in the World Cup and also I'll be joined by some pop stars like The Cult, Kiss,
الجمال مش كل حاجة، أهم حاجة هي التأثير في وجدان الرجال. الجمال مش كل حاجة؟ إزاي؟ الشبان بيكرهوا البنت الوحشة. البنت الوحشة هي اللي أخلاقها وحشة، يعني ما بتحافظش على نفسها. صباح الخير يا دكتورة. صباح النور يا بدر. أنت ليكي مفاجأة عندي النهاردة. خير، إيه هي؟ هتشوفي شقة في منتهى الجمال. إيه ده بالسرعة دي؟ ايوه يا ستي، والباشمهندس سعيد مستنينا فوق. اتفضل. اهلا يا دكتور. يا عم عبد، قلت لك 100 مره انا مش دكتور. اتفضل يا دكتور. حاضر يا دكتور. على ايه؟ انا ما عملتش اي حاجه، باشمهندس سعيد هو اللي جابها. متشكره يا باشمهندس. ازاي لقيت شقه حلوه زي دي وبالثمن ده؟ دي يا ستي بقى بتاعت استاذه في كليه الهندسه. استاذه ده مسافر فكلف سعيد كده يبيعها له كلها على بعضها. انت كنت في كليه الهندسه وسبتها؟ خساره. ما سبتهاش يا دكتوره، انا فعلا خريج كليه الهندسه، بس فضلت الاعمال الحره عن الوظيفه. يعني انت مهندس؟ ايوه، مهندس خريج كلية هندسة، أما أنا بقى فخريج مدرسة الحياة. مدرسة الحياة؟ قصده يعني إنه ما كملش بعد الثانوية العامة، لكن ثقافته وخبرته ولا اللي متخرج من 10 كليات. فعلا الأستاذ باهر إنسان عظيم، إنسان مش عادي. حاجة يا دكتورة؟ من فضلك يا باشمهندس، أنا مش عايزة مرايات، شيلها. أدخل. صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير يا باهر، اتفضل. ها، مبسوطة من الشقة؟ جدا، بس بصراحة الباشمهندس سعيد ما جاش يشيل المرايات زي ما اتفقنا. أنا اللي قلت له ما يشيلهاش. ليه بس؟ أنا ما بحبهاش، ولا بحب أبص فيها، وكمان مش عايزاها خالص. بس أنا هخليكي تحبيها. هو في ست بتستغنى عن المرايات؟ وراكي حاجة بعد الظهر؟ لا. معاك فلوس؟ قد إيه يعني؟ لا كتير. يعني هو موجود بس ليه؟ مش هقولك دلوقتي، لما أقابلك هبقولك. مساء الخير. لو سمحت عايزين حاجات للصبح وحاجات لبعد الظهر وحاجات كمان لبالليل. حاضر. ايه؟ الوانه حلوة قوي، هيبقى يجنن عليكي. طيب حقيسه ده؟ وده مش عارفين هيبقى شكله ايه في اللبس. طب يبقى ايه؟ يعني عايزي. لا. طبعا. لا. ده حلو قوي، ده حلو قوي. هنقيس ده كمان لو سمحت.
بقى. يكبرك. وده هيبقى حلو قوي قوي. طب ناقصه بقى. هتعرفي حالا. شكرا. دكتور كنت عايزه اعمل عدسات بدل النضاره. حاضر. دي فين حضرتك؟ اقول للمهندس سعيد يشيل المرايات؟ لا يا باهر، انت ايه؟ انت مش ممكن. حقيقي اللي قالوا عليك صاحبك، انت هايل. انا مش عارفه يا باهر انت ازاي كل يوم كده بعربيه شكل. انت عارفه المعرض مليان عربيات، فاي عربيه بلاقيها على باب المعرض باخدها وبمشي. باهر بتهيألي انا لو ما كنتش قابلتك كنت فضلت كده زي ما انا. انت حسستني ان انا عايشه احسن عيشه. علي بس ده كله. بقول لك ايه، تيجي نشم شويه هوا؟ ممكن. كل الاحبه اتنين اتنين، وانت يا قلبي رايح على فين؟ سميت. ايه رايك تاكل سميت وملح عشان يبقى بينا عيش وملح؟ ماشي. دينا سميتين لو سمحت. فين الملح؟ كل الاحبه اتنين اتنين، وانت يا قلبي رايح على فين؟ باهر في حاجه مهمه عايزه اطلبها منك، يعني عايزه يكون في بينا اتفاق. اتفاق؟ اتفاق ايه؟ يعني بخصوص العلاقه اللي بيننا. مالها؟ أنا عايزاها تبقى علاقة صداقة وعمل. أنا تحت أمرك. عايز العلاقة اللي بينا تبقى صداقة ماشي، عمل ماشي، صداقة وعمل ماشي، أنا تحت أمرك. بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بانضمام الدكتورة سلوى عبد الحميد صبيح لمجموعة المستشفى الجديد، رئيسة لقسم أمراض النساء والتوليد. وده من حظنا الحقيقة، وأنا شايف بإذن الله إنها ممكن تتفرغ لنا، لأن إحنا مقبلين على مرحلة جديدة تحتاج إلى إشراف دائم من دكتور. يا ريت يا دكتور. مبروك يا دكتورة. شكرا يا دكتور ياسر. خد يا سيدي. لا يا اختي اخد ايه، ده احنا خدنا كتير قوي منك. معلش خدي واصرفي على الاولاد وبحبحي على الاخر. يخليكي لينا، يسترها معاكي دنيا واخره يا سلوى يا اختي. اشوفك يا رب مع عريس الهنا يكون حالق راسه وعادل ناسه. ايه ده يعني ايه؟ يعني لا يكون لك حما ولا يكون لك عم. على فكره يا دكتوره كنت عايز اقول لحضرتك حاجه. التاكسي اللي انا راكبه بعافيه حبتين ومحتاج شوية صيانة، يعني في حدود 300 جنيه بس. آه وماله يا صبحي؟ متشكر قوي يا دكتورة. بس عايز أطلب منك حاجة بسيطة. أمور يا ست الكل. عايزك تعلمني السواقة. آه وماله؟ بس الحكومة عاملة مدارس مخصوص لتعليم السواقة. بس انا عايزاك انت اللي تعلمني يا صبحي. امال يعلمك يا اختي؟ ما يعلمكيش ليه؟ لما حضرتك تشتري عربيه
أعلمك. أصل اللي بيتعلم جديد ده ممكن يدخل في رصيف، يدخل في عمود، ولا ينقل نقلة غلط يكسر حاجة في العربية. يا راجل يا راجل، حسس على كلامك. وماله عربيتها؟ أنا مش قصدي. اهلا يا دكتورة. امال فين الاستاذ محمود؟ الاستاذ محمود عند المدير. قولي لي يا سلمى، ايه اللي غيرك بالشكل ده؟ للاوحش ولا للاحسن؟ لا طبعا للاحلى. يظهر ان في حاجه جديده. زي ايه؟ مفيش حاجه بتغير الواحده غير الحب. شوف على شوف على حبه حب نظره عيني. بجد برافو عليك، بقيت سواق بس بصي قدامك. هيخلوني اقول لك ردي، ملهاش حد غلاوتك عندي. على شوق على حبة حب على حبة حب نظري تعيش على ماشي على دقة قلب. على شوق على حبة حب بجد انا مستغرب. ليه؟ اتعلمت سواقة بشكل سريع جدا. تعبتك معايا؟ بس يا ساعتين. خلاص يبقى تدور لي على عربية وتكون شيك. انت تأمري. هو يعني لازم الدكتورة تركب عربية جديدة؟ بفلوسها. وعلى كده بتعرف تسوق كويس؟ انا علمتها. كمان علمتها؟ انت مش ملاحظ انك مهتم بيها شوية اكتر من اللازم؟ برأي سعيد. الو. اهلا 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 جميله هاني. ازيك يا باهر؟ انت بقيت وحش ومحدش بيشوفك. تحت امرك يا جميله هاني. كويس اني لقيتك في المعرض. عربيتي يا باهر. مالها عربيتك يا جميله هاني؟ بقت اولد فاشن، عايزه موديل احدث. عاوزه موديل احدث؟ ايوه موجوده. لا موجود وطلبها موجود كده. طب اشوفها امتى؟ انا منتظرك. في حاجه تانيه لسه ما اتمضتش؟ لا متشكر يا دكتور. بالمناسبه يا دكتور، كان في موضوع كنت عايز اخد راي حضرتك فيه. خير يا باهر؟ ايه رايك يا دكتور ان الدكتوره سلوى تشتري نصيب مدام جميله في المستشفى؟ والله اقتراح وجيه، بس انت كلمت الدكتوره سلوى في الموضوع ده؟ في الحقيقه لا، انا قلت اخد راي حضرتك الاول. انا ما عنديش مانع، بس المهم موافقه الدكتوره سلوى. بتهيألي الدكتوره سلوى مش هتمانع. بس شوف رايها الاول، يمكن ما توافقش. ما تقلقش يا دكتور، انا هقنعها. همتك يا بطل. تؤمر بحاجه ثانيه يا فندم؟ اتفضل يا باشا. أنا مستغرب جدا، إزاي دكتورة عظيمة وعبقرية زيك تفضل موظفة؟ لا وكمان معاك رأس مال وما بتشغلهوش. أنا خلاص يا باهر، سلمت أمر ليك. إعمل اللي أنت عايزه. أنا بقول إنك تشتري حق مدام جميلة في المستشفى الجديدة، تديها حقها وتخش شريكة بحصتها. الحقيقة المستشفى مشروع إنساني وفي نفس الوقت مربح،
لكن تفتكر جميلة هانم هتتنازل عن حقها بالسهولة دي؟ طبعا هتوافق، لأنها من النوع اللي بيحب المكسب السريع. مالكيش دعوة، أنا هتصرف. يا دكتورة، في حاجة؟ مش عارفة، أنا من غيرك كنت هعمل إيه؟ أنا دايماً في خدمتك. لو سبتني يا باهر مش هيحصل لك تعب. إن شاء الله مش هسيبك. حقيقي يا باهر؟ حقيقي يا زلمة. ميرسي يا عثمان. اتفضلوا البرتقال. شوف يا باهر، أنا عايزة 200,000 جنيه فوق فلوسي، لكن عشان خاطر الدكتورة أنا هاخد 150,000 بس. يعني أنت مش شايفة إن ده كتير يا مدام؟ والله إذا كان عاجبك، ولا أنت بس اللي فاهم نفسك بتفهم في البيزنس؟ أنا فكرت بيني وبين نفسي، لقيت إن ده مشروع استثماري وممكن أكسب منه كتير. أيوة يا جميلة هانم، بس حضرتك مش دكتورة ومالكيش في الطب. أنا عارفة إني فنانة وبتاعت سينما وما بفهمش في الطب، لكن ده مشروع استثماري. طب كفاية 50,000. 150,000 فوق فلوسي. موافقة. لا. ايه لا دي؟ ما دام الدكتورة موافقة يبقى مش فاضل غير موافقة بقية أعضاء المجلس، وأنت بقى تبقى تعمل الإجراءات يا باهي. أنا عايز أفهم، أنت إيه اللي خلاكي توافقي بالسرعة دي؟ كده مش هنقدر ننزل حاجة من المبلغ. المبلغ اللي طلبته فوق فلوسها ده مبلغ تافه جدا، لأن بكل بساطة لو كانت حطت الفلوس دي في البنك كانت هتجيب لها فوائد كتير قوي. تعرفي إن أنت عندك حق. بس هي كانت بتكلمك ليه كده؟ يعني كأن في حب قديم. جميلة هاني ما بتحبش غير نفسها، لازم تعرفي كده كويس. ها، تأمريني بحاجة؟ شكرا يا باهر. تصبح على خير. تصبح على خير. دي هدية بسيطة مني يا باهر. انت شاكر يا مدام، لكن يا خبر، كفاية تعبك معانا في بيع العربيات وتغييرها. الشيك ده بقى عمولتك في بيع حصة المستشفى. يا ترى بقى الدكتورة ادتك عمولة قد ايه؟ نعم. انا عايزة اقول لك كلمتين بصراحة، بس خايفة لا تكون زعلان مني. أنا حاسة كده إن الدكتورة بتعتبرك ملكية خاصة. يعني إيه يا مدام؟ يعني أنت فاهم كلامي كويس. لا مدام صدقيني أنا مش فاهم كويس. بتعتبرك يعني سكرتير خاص، خاتم في صباعها، بروش في فستانها. أفتكر أنت فاهم أنا قصدي إيه كويس. يا مدام جميلة لازم تعرفي كويس قوي العلاقة اللي بيننا علاقة عمل وصداقة. صداقة؟ على العموم ربنا يوفقك وما يحرمناش من خدماتك. اوكي مدام، بعد اذنك. مع السلامة يا استاذ باهر. الصداقة ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة النهاردة مهمة جدا ومقدمة من الدكتور حسين والدكتور ياسر والدكتور عادل، مذكرة بخصوص أن المستشفى في الفترة القادمة محتاج إلى إشراف كامل من أحد الأطباء، ويفضل أنه يكون متفرغ، يعني ما عندوش عيادة على الأقل. أنا شخصيا بفضل أنه يكون متفرغ خالص. مفيش قدامنا غير الدكتورة سلوى، ايه رأيك يا دكتورة؟ يعني الحقيقة انا ما عنديش مانع، لكن كلنا موافقين على الدكتورة سلوى. ها؟ ايه رأيكم؟
موافقين؟ أكيد. خلاص اكتب يا باهر. وقد وافق المجلس بالإجماع على تعيين الدكتورة سلوى عبد الحميد صبيح مديرا عاما للمستشفى بجانب رئاستها لقسم أمراض النساء والتوليد. وطبعا ما نقدرش نستغنى عن الأستاذ باهر. صبحي ايه يا سيدة؟ في ايه؟ اللي في ايه؟ شغليك معايا شوية. بقولك ايه يا اخويا؟ نعم. حاسة كده ان قلبي وكني على اختي، عايزك تروح لها المستشفى تطمن عليها وتيجي اخويا تطمني. انا مش فاضي اروح لها يا سيدة. ابقي روحي لها انت. يا سلام، اللي ما انتش فاضي تروح لها، ولو عايز منها حاجة كان زمانك نطت لها ورحت لها. طبعا ما انا فاهمة حركاتك دي. بقولك ايه، انت تفضي نفسك بكرة ولا بعده بكتير وتاخدني عشان اشوفها. اروح لها ازاي بس يا ابو حسن؟ زي الناس يا ابو حسن، ولا عايز تحرمني من اختي؟ شكلك عايز يحرمني من اختي. انا حاسه كده انك عايز تحرمني من اختي. انا مش قصدي. خلاص خلاص، من بكره الصبح يا ست هروح لها المستشفى واطمن عليها. كويس كده؟ ربنا يخليك ليا يا ابو عيالي. خد اسس. مالك يا باهر؟ مبروك يا سيادة المديرة. شكرا يا باهر. دكتور أنا ملاحظ يعني إنك كنتي بتتكلمي مع دكتور ياسر وإنتي مبسوطة على الآخر. دكتور ياسر ده دمه خفيف جدا وحديثه ممتع قوي. اسمعي يا دكتورة، أنا ما اسمح لكيش تتكلمي مع. إيه ده؟ جرالك إيه يا باهر؟ أنا كنت بتكلم مع الدكتور ياسر في حديث علمي بحت. ونظرات الإعجاب كانت حديث علمي بحت؟ إنت بتغير عليا؟ بعد إذنك. أغير عليها ليه يعني؟ أمال اتغصت ليه بقى لما شفتها بتكلم مع الدكتور ياسر؟ يبقى أنت بتغير عليها، والغيرة مظهر من مظاهر الحب. بس أنا ما بحبهاش، يمكن شفقة، يمكن حب تملك، يمكن. لا لا فعلا بقى أنا بحبها، بحبها ومش هسيب أي حد ياخدها مني. ده أنا اللي عملتها. أيوة أنا اللي عملتها. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. ايه المفاجأة الجميلة دي؟ شكرا. على فكرة يا دكتور أنا آسف على اللي حصل امبارح، أنا كنت غلطان. لا أبدا يا باهر، مفيش أي حاجة حصلت. خد دي الاستقالة بتاعتي، ابقى شوف إجراءاتها مع الدكتور أحمد، لأني قررت أتفرغ للمستشفى الجديد. تحت أمرك. في أي طلبات تانية؟ لا شكرا يا باهر. أشوفك بالليل في المستشفى؟ إن شاء الله. سلام يا باهر.
سلام يا دكتور. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا باشمهندس. يا ترى جهزت اللي قلت لك عليه؟ اه بس مستنيين حد يستلم مننا. طيب اتفضل استناني فوق وانا جايه لكم على طول. شكرا. صباح الخير يا دكتور. ازيك يا صبح؟ زي الولاد وزي سيدة؟ الحمد لله كلهم بخير يا دكتورة. يا دكتورة ميعادنا مع مدام جميلة الساعة 11 في الشهر العقاري وهي ما بتحبش تنتظر. ما تقلقش هنوصل في ميعادنا. السيدة عمالة تزن على دماغي كل شوية. شوف لأخت الدكتورة، طمنا على أخت الدكتورة، اسأل على أخت الدكتورة، وأنا تعبت قوي ودخلت لغاية ما لقيت حضرتك. طيب يا صبح أنا حابقى أجي لكم إن شاء الله. وخد دول اديهم لسيدة. متشكرة يا دكتورة. كلهم. حاضر. يلا يا أستاذ باهر. أنا من رأيي إن الأمن والفندقة داخل المستشفى تاخدهم شركات كبيرة ما دام الكل موافق على كده. أيوة يا دكتور بس ده هيرفع تمن العلاج جدا. وماله؟ ده علاج للقادرين يا باهر، استثماري. أيوة بس ده ممكن يتقال إنه استغلال استثماري. استغلال إيه يا باهر؟ في قانون خاص بنفقات العلاج في المنشآت الخاصة. وفي رقابة ومتابعة. يا باهر يا ابني أنا شعري شاب في المهنة، حوالي 80% من اللي بيتوافدوا على المستشفيات الاستثمارية ممكن يتعالجوا قوي بواسطة طبيب الحي، واللي بيجي المستشفى الاستثماري جاي وعارف إنه هيدفع. مادام الكل موافق على كده خلاص. طيب بالنسبة بقى للشؤون الإدارية والعلاقات العامة والحسابات، لا دول لازم يكونوا على أعلى مستوى علمي وفني. أنا من رأي الدكتورة سلوى والدكتور حسين إنك تودي إعلان للجرايد بمواصفات الناس المناسبين. حاضر. مالك يا باب؟ لا أبداً بس شوية إجهاد. ممكن أستأذن؟ اتفضل يا باب. ما تنساش الإعلان. حاضر. اتفضلي اتفضلي. انا مش جايه اقعد، انا جايه اديك حاجه.
حاجة فيها بكرة. الشيك ده؟ ده شيك تعبي. مقابل أتعابك. طبعا. أشكرك. أنا كنت فاهمة غير كده. غير كده إزاي يعني؟ كنت متصورة إنك هتتصرف بأخلاق الفرسان وتقطع الشيك. أخلاق الفرسان؟ أخلاق الفرسان بس إزاي؟ أخلاق الفرسان ما تنفعش مع الناس اللي لما يتغير شكلهم يتغير جوهرهم.